نبدأهم من الأسكندرية تحديدا وأحمد عبد الرازق. أحمد، إذا كان هناك قرار بغلق الشواطئ والمنتجعات بدءا من الغد في الأسكندرية، تفضل. نعم نانسي، بالفعل كنا قد رصدنا على مدار اليوم بعض التجمعات لمواطني الإسكندرية على كورنيش وبعض شواطئ الإسكندرية، ولكن كان رد فعل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف حاسما وسريعا الحقيقة، يعني بإعطاء تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصائف بإغلاق هذه الشواطئ أمام الجماهير. دعينا لمزيد من المعلومات وإلقاء الضوء على هذا الأمر التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. تحياتي ورحب بك على شاشة اكسترا نيوز. اهلا وسهلا بكم ومشرفينا ومنورينا في اسكندرية ان شاء الله. دعنا نبدأ بالحديث، اذا تفضلت، عن هذا القرار الذي جاء سريعا وحاسما، كيف رصدتم هذا الامر واتخذتم هذا القرار؟ الحقيقة النهاردة بعد الظهر فوجئنا كم وعدد كتير من الناس بيتمشوا على الكورنيش واستمروا، وفي عدد كبير جدا من اهلنا في اسكندرية والقرى والمحافظات المجاورة نزلوا على الشاطئ، وكانت الأعداد بشكل غير عادي كأننا في شهر يونيو أو يوليو في شهر الصيف. طبعا ده بيتنافى تماما مع كل التعليمات اللي بتقولها الحكومة وتقولها وزارة الصحة، وكان في ده في اختلاط كتير وناس قاعدة جنب بعض، والكورنيش كان مليان، الناس جايبة بعربياتها وجايبة أسر كاملة جايبة الكراسي وقاعدة على الكورنيش بشكل كان مخيف. فطبعا كان لابد من اتخاذ قرار فوري بغلق الشواطئ فورا في الفترة دي. الناس الطلبة واخدة اجازات من المدارس والجامعات، وكله بيجي في اسكندرية عاوز ينزل، بقى في حظر بالليل من 7، فبيجوا من 10 الصبح 11 يقعدوا على الكورنيش ويقعدوا على البحر لغاية الساعة 5-6، طبعا ده مخالف ما ينفعش. فكان لابد من قرار فوري وحاسم اغلاق الشواطئ فترة مؤقتة لغاية ما تهدأ الحالة تماما ان شاء الله. حضرتك كنت بتقوم بجولة على بعض الشوارع والميادين في الإسكندرية للاطمئنان على حالة الحظر وكيفية تطبيق الحظر، حدثنا عن هذا الأمر وعن الجهات والأجهزة المشاركة في عملية الحظر في الإسكندرية ليظهر بهذا الانضباط. لا الحقيقة أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني شعب إسكندرية شعب مستنير، كان في التزام كامل في أول يوم الحظر وتاني يوم التزام غير عادي، ما فيش ولا محل خالف. المواطنين زي ما انت شايف دلوقتي، يعني احنا على كوبري ستانلي زي ما انت شايف ما فيش حد خالص ما بينزلش الا المصرح لهم بالنزول. الامن قام بدور رائع جدا، اعتبار من الساعه 5 بيبدا في التنبيه بالتنبيه على الناس. الناس الحقيقه التزمت امبارح والنهارده، وده شيء كويس ومش غريب على اهلنا في اسكندريه انهم يكونوا ملتزمين، فهو ده كان حاجه كويسه. طبعا الالتزام بالحظر، واحنا سمحنا لكل ما صرح به السيد رئيس مجلس الوزراء من اللي يفتح المحلات كانوا شغالين النهارده. طيب سيد محافظ، يعني ربما بعض المواطنين يتساءلون عن المواد التموينيه والاحتياط الاستراتيجي الذي يمكنهم من البقاء في البيت طوال هذه الفتره، يعني حدثنا عن هذا الامر تحديدا. اولا عاوز اطمن اهل اسكندريه عن المواد التموينيه. احنا بدايه كده بالتنسيق مع وكيل وزاره التموين عندنا احتياطي واستراتيجي كامل يكفينا، مش عاوز اقول شهرين باذن الله ان شاء الله، من السكر والرز والمكرونه وكل والشاي كل السلع التموينيه، والسلع متوفره. انا بطمن اهل اسكندريه تماما ان السلع متوفره كلها. على اطار على جانب اخر، احنا نسقنا النهارده في بعض المحاولات لرفع الاسعار في بعض الاسواق، نسقنا مع وكيل وزاره التموين النهارده ظابطين حوالي 53 قضيه ناس كانت بتبيع اعلى من السعر، وده يعني وامبارح كان عندنا عدد مماثل من القضايا. ده احنا بنبلغ الناس لا ما حدش يرفع الاسعار، واحنا عندنا غرفه عمليات مشكلينها في المحافظه، لو اي تجار رفعت اسعار احنا مستعدين لتلقي اي بلاغات. اشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه المعلومات سياده المحافظ. كنت معنا اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. اذا ننسي بالفعل بدءا من غدا هذه الشواطئ امام الجمهور بشكل عام، واسمح لي ان اعتذر لك وللساده المشاهدين عن اغراء هذا الحوار بدون الكمامه لان اللقاء كان على الهواء، يعني لم نكن مستعدين له، ولكن هكذا تم الامر. نتابع على تابعنا على مدار اليوم ورصدنا ما تحدثنا عنه، وكان هذا قرار اللواء محمد الشريف
محافظ الإسكندرية بإغلاق هذه الشواطئ، واطمأننا في خلال هذا اللقاء على المواد التموينية ومدى توافرها. إليك نانسي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أحمد عبد الرازق، كنت معي من الإسكندرية. أيضا شكر موصول لضيفك الكريم محافظ الإسكندرية، شكرا لكم.